اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي ملفاي شوكولاته. ومقادير الوصفه هتكون عندنا الباف بيستري الشوكولاته، هيكون عندنا 3 كوب دقيق، 3 ربع كوب ميه، 2 معلقه صغيره ملح، و70 جرام زبده مبرده. والزبده اللي هنحشي بيها الكريم العجينة اللي هي هنعمل بيها طبقات الباف بيستري، هنزود لها كاكاو، وهتكون 425 جرام زبدة مع نص كوب كاكاو، ودول اللي هنعمل بيهم طبقات الباف بيستري وهنحطهم ما بين طبقات العجين. بعد كده هيكون عندنا الكريم دبلومات اللي هنحشي بيه الباف بيستري بتاعتنا. هيكون عندنا 500 ملي لتر لبن، 8 صفار بيض، 150 جرام سكر، 40 جرام دقيق، 40 جرام نشا، 1 معلقة صغيرة فانيليا، و300 جرام كريمة مخفوقة. الباف بيستري احنا ممكن نحط الكاكاو، ممكن نحطه هنا مع الدقيق ونعمل العجينة نفسها بالكاكاو، وممكن نحطه مع الزبدة زي ما هنعمل النهاردة، ونعمل طبقة الزبدة هي اللي فيها الكاكاو ونحطها ما بين العجين. فاحنا النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة شوية علشان نوري طرق مختلفة لعمل العجين الباف بيستري النهاردة على غير ما بنعملها في المرات الأخرى. هناخد كل مقادير الباف بيستري هنحطها مع بعض، نجيب معلقة ممكن نلاقي ان العجين محتاجة شوية مية زيادة، فممكن نحط لها شوية مية زيادة. ده على حسب طبعا نوع الدقيق ووقت السنة، لو في رطوبة او ما فيش رطوبة، فبالتالي دايما نخلي معنا شوية مية زيادة او شوية دقيق زيادة على حسب الرطوبة اللي في الجو ونوع الدقيق وكل الحاجات دي. اوكي كده العجينة بقت كويسة على الورق الزبدة، ونسيبها علشان نفردها دلوقتي. وفي نفس الوقت هنجيب ممكن في نفس الخلاط، لان احنا هنحطهم مع بعض على اي حال، هنجيب الزبدة والكاكاو ونخلطهم مع بعض. زي ما احنا شايفين اختلطوا ببعض، مش لازم يختلطوا يعني على الاخر، لان طول ما احنا هنبتدي نعمل الست طيات او لفات للباف بيستري هم هيدخلوا في بعض اكتر واكتر، وهيبقوا متداخلين اكتر، وبالتالي هيتساووا خالص.
مش هيبقى فيه باين فرق زبدة. وكاكاو. ودلوقتي هاخد الخليط اللي جوه ده زي ما احنا شايفينه كده، وهحطه بين ورق زبدة وأفرده بالنشابة. وأنا مجهزة واحد في التلاجة اوريدي، لأن احنا بعد ما نفرده بورق نشابة هو هيكون طري قوي زي ما احنا شايفين كده، واحنا محتاجينه يبقى سائع علشان نقدر نحطه في العجين وبعد كده نفرده زي ما بنعمل الباف بيستري. لازم تبقى الزبدة ساقعة في التلاجة مش طرية بالشكل ده، وإلا العجين هيتشرب الزبدة ومش هيعمل لنا الطبقات اللي احنا عايزينها. احنا عايزين الزبدة تبقى ساقعة علشان نحافظ على الطبقات. فزي ما بنقول هناخد ده وهنحطه في نفرده في ورق زبدة وندخله التلاجة يسقع. ودلوقتي أجيب اللي أنا مجهزاها من قبل كده، ممكن أقطع الزيادة دلوقتي. وهبتدي أخد تلتين العجينة نعملها بالشكل ده. وبعدين زي ما تعودنا مع بعض هنضربها شوية علشان نلين الزبدة بالشكل ده. وهبتدي اخد تلتين العجينة نعملها بالشكل ده. وبعدين زي ما تعودنا مع بعض هنضربها شوية علشان نلين الزبدة بالشكل ده. ونبتدي نفرد فيها ونعمل الست طيات بتاعتنا. الطاية اللي عملناها دي أو اللفة اللي عملناها دي مش محسوبة، فيعني هنجيب الناحية دي المرة دي كده مرة كده، ودي تتقفل عليها دي مرة، ونرجع نفرد ونعمل تاني. هنعمل كده ست مرات والنتيجة هتكون زي العجينة دي. وطبعا لو ابتدت تسيح مننا لازم نريحها وندخلها التلاجة في النص. لأن لو الزبدة ساحت زي ما قلنا احنا العجينة هتتشرب بالزبدة ومش هيبقى عندنا طبقات في العجينة خالص، وهتبقى العجينة أشبه بعجينة البريوش اللي هو عجينة فيها كمية زبدة كبيرة، مش هتبقى puff pastry بطبقات زي ما احنا عارفين البف بيستري. ده في الآخر بيبقى لونها بعد ما بتتعمل بالست طيات زي ما احنا شايفين. من كتر ما طبقات العجين بتبقى رفيعة خلاص ما بيبقاش ما بتبقاش ليها لون، بتبقى شفافة خالص. والطبقة اللي هي فيها طبقة الزبدة اللي بلون الكاكاو هي لونها بيبان. الطبقات كده أرجو إنها تكون باينة. وبكده هنرجع نفردها مرة تانية لحد ما تبقى رفيعة خالص، وبعد كده هنقطعها صغير وأجيب برضو اللي احنا فردناها وقطعناها صغير. بالشكل ده
وده بيبقى تقريبا السمك بتاعها لما بنفردها وبنقطعها صغير خالص علشان نبتدي نخبزها وندخلها الفرن. طبعا احنا ممكن نقطعها بأي شكل احنا عايزينه، لكن ده الشكل التقليدي للملفوي. ودلوقتي هنبتدي نشوف هنخبزها مع بعض ازاي. هنجيب صينيتين وهنحط الملفوي على ظهر صينية منهم، لان احنا لو خبزنا الملفوي بالشكل ده هينفش زي الباف بيستري ما بتنفش، فمحتاجين ان احنا نحط صينيتين على بعض بحيث ان احنا نطبق الباف بيستري علشان ما تنفش، نبططها يعني. وهنجيب ورقة تانية علشان ما تلزقش في الصينية التانية، ونحط الصينية التانية عليها بالعكس كده. وبعدين طبعا لان هي فيها زبدة كتير وممكن تنزل زبدة في الفرن بتاعنا، فهنحطها في صينية اكبر منها. وبعدين نجيب حلة تكون تقيلة ونحطها فوقها، ممكن حلتين لو الحلة بتاعتنا مش تقيلة قوي، بحيث نعمل تقل عليها علشان الباف بيستري لو صينية زي دي ستينلس ستيل أو صينية ألمنيوم قصدي مش تقيلة كفاية إن هي تخلي باف بيستري متبططة، هترفعها البخار اللي في الباف بيستري أقوى من الصينية الألمنيوم هيرفعها ويطلع بيها، فمحتاجين حاجة تقيلة ستينلس ستيل تقيل يضغط عليه لجوه. فبالشكل ده هندخل الباف بيستري عشان نعمله ملفوي الفرن بالشكل ده. ودلوقتي نبتدي نعمل الكريم دبلومات. هنحط اللبن على النار ونسيبه يغلي. وهنجيب صفار البيض والفانيليا والسكر، هنضربهم مع بعض. وأول ما نحس إن لون صفار البيض ابتدى يبقى أفتح شوية، نبتدي نضيف النشا والدقيق. ناخد الكمية كلها علشان المقادير تبقى مظبوطة. اوكي كده اختلطوا مع بعض كويس. زي ما احنا شايفين مفيش كلاكيع، كله اختلط مع بعضه كويس. واول اللبن ما يغلي هنحط شوية من اللبن عليهم، وبعد كده هنرجعها تاني الحلة. وده بيبقى شكل الملفوي بعد ما بيتخبز.
ممكن نعمل أحجام كبيرة أو الأشكال زي إحنا ما عملنا مع بعض، مستطيلة صغيرة. أوكي، اللبن دلوقتي خلاص، هنحط نصه تقريبا هنا وهندوب خليط صفار البيض مع السكر مع النشا والدقيق. ونرجعهم تاني. ونرجعهم على النار ونقلب لحد ما الخليط يبتدي يتقل. وأول ما نحس إن أول فقاعات هواء ابتدت تطلع هنشيله من على النار، لأن إحنا مش عايزين نفضل نقلبه وهو بيغلي، وإلا هيرجع يسيح تاني، لأن النشا مش بيحب إن هو يقعد على النار كتير ويتقلب كتير، وإلا بيفقد الخاصية بتاعته اللي هي بتخلي الحاجات تجمد. أوكي، إحنا ممكن نحط كده نصه على النار ونصه مش على النار، لأن إحنا برضو عايزين نطبخ الدقيق، يعني ما ننساش إن في دقيق، فعايزين طعم الدقيق يتطبخ، مش عايزين الحكاية كلها تحصل بسرعة قوي، بحيث إن يبقى لسه في طعم دقيق مش مطبوخ في الكريم باتيسير بتاعنا. دلوقتي ممكن أرجعه تاني، وأول ما تبتدي تطلع فقاعة أشيله على طول. أوكي خلاص كده، خلاص أجيب بول وأنزله في البول. المفروض أغطيه بكلين فيلم على طول علشان ما يعملش وش، وأسيبه لحد ما يبقى بدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده أدخله التلاجة، ولما يبقى ساقع كفاية بعد كده أقدر أخلطه بالكريمة علشان يبقى من كريم باتيسير، يبقى كريم دبلومات لما أخلطه بالكريمة. طبعا أنا محضرة واحد جاهز من قبل كده، فأشيل دول. ونبتدي نجيب الحاجات اللي هنحط أو نعمل بيها، نزوق بيها الملفاي بتاعنا، ونحضر الملفاي عشان نقدمه مع بعض. ده الكريم دبلومات الجاهز، وهنبتدي نجيب